شهد عام 2017 تحسنا ملحوظا في مؤشر الاقتصاد المصري مقارنة بعام 2016، إذ أوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض حجم واردات مصر من السلع المعمرة والاستهلاكية من 13.3 مليارات دولار في الفترة من يناير حتى أغسطس من عام 2016 ليصل إلى 9.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، وارتفع إجمالي صادرات مصر من البترول ومشتقاته إلى 17 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 14.4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، فضلا عن ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو من عام 2017 مقابل 12.7% في يونيو من عام 2016، حيث ألقت الظروف السياسية والأمنية خلال العام الجاري 2017 بظلالها على الاقتصاد المصري الذي شهد مراحل متباينة صعودا وهبوطا، لكن مؤشرات ضبط الوضع المالي والاقتصادي في البلاد كان أكثر فاعلية، إذ بدت المؤشرات السلبية محصورة في مؤشرين مقابل 6 مؤشرات إيجابية بخلاف العام السابق، حيث التقط الاقتصاد المصري خلال العام الجاري أنفاسه عقب عام كان الأكثر وقعا على الاقتصاد المحلي منذ 2016، إذ شهدت المؤشرات تغيرات جذرية على مدار العام تخللتها قرارات استراتيجية مهمة واتفاقيات دولية أكثر أهمية، فيما لا تزال الآمال معقودة على توازن معقول على المدى المتوسط والبعيد.